الذي يجري يا وزير عالم شاه؟ سيدة مالهون، ألن تلقي التحية على وزير الدولة العليا؟ لماذا تشهر السيوف في وجه محاربينا؟ ما الذي تريده منا؟ لأن محاربيكم هم متمردون مثلكم، لا يستمعون لكلام وزير الدولة السلجوقية. لكن أنا لم آتي اليوم من أجلهم، إنما أتيت من أجلكم. جميعكن معتقلات لمساعدتكن عثمان المتمرد. أولاً أنت، ثم السيدة بالا، ثم السيدة سيلجان، جميعكن معتقلات. الذي يقوله؟ لن نسمح بهذا. لن نقبل. ما هذا الذي قلته أنت والوزير؟ لن نقبل بهذا. هذا لا يجوز. ما الذي تقوله أيها الوزير؟ من أين خرج هذا؟ أيها الوزير، هناك ولادة لدينا، اترك أمي وبالا وخذني أنا. سيدة مالهون، لقد اكتفيت من ألاعبكن المستمرة، ابتعدي عن طريقي. اتركني. أيغول، أنا حزين، حزين جدا. روغاتوس قد توفي. عندما جاء الوزير عالم شاه مع جنوده أصبح الوضع معقدا أكثر مما نتصور. ما كان لأحد فرصة بالنجاة، لذلك اضطررت لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية جنودي وقمت بالانسحاب. تركت أخي في ميدان الحرب وحيداً؟ كيف تركته؟ في حرب ليس واضحاً من القاتل فيها سأنسحب. تركت أخي في ميدان الحرب وحيداً وانسحبت؟ وماذا أفعل؟ هل كان علي أن أترك جنودي يموتون هناك؟ لقد أخلفت وعدك يا نيكولا. أنا دخلت هذا التحالف كي أحمي شعبي وجنودي، وليس كي يموت هباء. علاوة على ذلك، سيد غوندوز، ألم تدر أنت ظهرك أيضا لأخيك السيد عثمان لتحمي شعبك وجنودك؟ سيد غوندوز، الوزير وجيخاتو يعرفون أنك معنا، لا مجال لتراجعك، إياك أن تقترف أي خطأ. حينها سيفي لن يضرب سيفك فقط، بل عنقك أيضا يا نيكولا، عنقك. لا تقلق يا نيكولا، أنا أحتفظ بك لنفسي. كوسيس، تحتفظ بي لنفسك إذن، رائع. أركوس،
أنا آيا نيكولا، لا أقف أبدا بجانب الطرف الخاسر تحت أي ظرف. أرسل مبعوثا إلى الوزير، قل له إنني أريد التصالح معه. تحت أمرك سيدي. لدي أشياء مهمة جدا كي أخبره بها. سيد غوندوز، كنت قد أخبرت تورغوت، قلت نيكولا يعرف الوقت الذي يخون فيه، يخوننا لأنه خائف. لا يهمني السبب يا كوزيس، لكن هناك شيء أعرفه. ما كان على أخي أن يثق بكم أبدا. عد إلى وعيك سيد غوندوز، كنت بجانب عثمان في قصر السلطان وفي سهل قونيا. قم باختيار كلماتك جيدا. هذا ليس وقت اختيار الكلمات، إنما وقت معرفتي بجانب من أنت، لأنه لا ينظر لسبب الخيانة بل يحاسب عليها فقط. الأتراك. توقف يا رجل، ألا تعرف العادات والتقاليد؟ قلنا هناك امرأة تلد في الداخل، ألا تفهم؟ دعك من الثرثرة أيها الجنود. أنزلي سيفك يا سيدة مالهون. سيدة سلجان، سيدة بالا، اخرجا بالحسن وتعالى، وإلا لن أتردد بسفك الدماء. لقد نفد صبري. ستتم معاقبتكن أنتن وذلك المتمرد عثمان. هل أنت لا تفهم بالكلام أبدا؟ لماذا أتيت أيها الوزير؟ أتيت لاعتقالكن يا سيدة سلجان. قل لنرى، ترى ما هو ذنبنا حتى تأتي وتعتقلنا؟ تسألين وكأنك لا تعرفين أيتها المسنة. أنتم تساعدون ابنكم المتمرد وتتمردون على الدولة السلجوقية. ها هي. أرى أن ألسنتكم اعتادت على الكذب. قلتم إن السيدة بالا تلد، لكن ها هي تقف أمامي. لا تخلط بيننا وبينك، هل يكذب بأمور كهذه؟ الولادة بدأت، نجعلها تمشي و... توقفي عن الثرثرة، أنا أصدق ما أراه. إن كانت تمشي ستتحمل حتى سوغوت. أيها الجنود قيدوهن. سآتي أنا وأمي لتبقى السيدة بالا. مالهون محقة، بالا لا يمكنها السير، ولادتها بدأت، نحن سنأتي معك. هيا، ماذا تنتظران؟ خذوهن معا. هيا هيا، أبعد يدك. من أي طينة أنت؟ ها؟ لا يطاوعني لساني للقول. إن قلت عنك حيوانا سأسيء للحيوانات. من أي نوع أنت؟ لقد وصلتن لنهاية الطريق يا سيدات.